الله الرحمن الرحيم. اليوم انا حضرت بالصفه ديالي كبرلماني لاشغال الدوره الاستثنائيه للمجلس الاقليمي اللي كانت ضمنت واحد مجموعه من النقاط. ربما النقطه اللي خلاتني نحضر وكانت حافز للحضور هي النقطه المتعلقه باقتناء وعاء عقاري المخصص للكليات العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه. تلقيت صحيح الاجواء كانت فيها الكثير من التوتر، فيها الكثير من التحولات، لكن دعني اقول بانه سجلت بارتياح الاجواء الايجابيه في بدايه الجلسه، وانه والاشارات اللي كانت قويه ديال ثقافه الالتقائيه وكل الفاعلين كانوا حاضرين لهذه الجلسه، ممثلي مستشاري الاقليم بالجهه، الساده النواب البرلمانيين، المجلس الاقليمي، كانت لغه واحده الانتصار لهذا المطلب، التعبئه المشتركه والمسؤوليه الجماعيه من اجل التسريع وتيره انجاز هذا الحق، الحلم الحق. ربما النقطه اللي كانت خلافيه هي النقطه ديال اقاله عضوين ديال احد اللجان الدائمه بالمجلس، خلقات نقاش توتر، حساسيه كانت كبيره، كل طرف تمسك بالموقف ديالو، الرئاسة والفريق اللي معها الأغلبية السابقة اعتبرت أنه هذا قرار غير قانوني ولا مبرر لعرضه، لأنه أي قرار لا يمكن أن يصبح نهائيا ومنتجا لأثاره القانونية ليس فقط بالتصويت وبالأغلبية، ولكن إذا كان مطابقا ومحترما للشرعية القانونية. وهنا دعا الرئيس، قال انه لا يمكن، دعنا ربحا للوقت، من 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 ما نحطوش او ما نصادقوش على مقرر سيكون عرضه للابطال بدعوى عدم التبرير، لانه اي قرار ينبغي ان يكون مبررا. الطرف الاخر اعتبر ان المجلس سيد قراراته وانه يمارس اختصاصاته الكامله في اطار التصويت، وبانه هذه اللجنه غير منتجه وبالتالي تخفيف العبء المالي ينبغي ازالتها. الرئيس اضاف نقطه كذلك بانها اللجنه بعض المتدخلين اكدوا بان اللجنه ما زالت لم تشتغل او في بدايتها، وبالتالي سيكون من العبث محاسبتها على 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 انها لم تخطئ. اذا دعنا اقول انه تمرير سياسي، صحيح فيه الكثير من التوتر، لكن دعنا انه تمرير قيمه هذا التمرين انه في البدايات مزيد من النضج، مزيد من الاستماع واحترام الطرف الاخر، واجمل ما كان في الجلسه هو لحظه الاستماع الى البرقيه المرفوعه لجلاله الملك، وهي شكلت لحظه اجماع، وان الملك حينما يحضر يتحقق الإجماع، وهذا أجمل ما في الفعل السياسي بالإقليم.